جانتس خد قرار أنه يطرح خطة متعلقة بغزة فيما بعد الحرب، وبيقول أنا أهدد بالاستقالة، وزي ما حضرتكم عارفين ودى مهلة لبنيامين نتنياهو. الخلافات تبدو وكأنها متصاعدة داخل الحكومة الإسرائيلية، وأنا مصر على كلمة تبدو. يدي عود أحرنود بتقول أنه نتنياهو هو الذي يعرقل أي صفقة لتبادل المحتجزين. أقدر أقول لك أنه نتنياهو النهاردة وهو قاعد في الكنيسة فكان بيتكلم في الآتي، بيقول لقد قابلت أهالي المحتجزين، وأنه هدأ من روعهم، وأنه هو وعدهم بأن هم هيرجع أهاليهم إلى بيوتهم في القريب، وأنه هدفه الرئيسي هو القضاء على حماس وإعادة المحتجزين. يائير لبيد رد عليه قال له إذا كانت أعداد المحتجزين انخفضت من 133 ل 125 بسبب الوفاة، يبقى هتعيد أي محتجزين. يائير لبيد قائد تيار المعارضة أو قائد المعارضة في الكنيست عاوز يقول، أو هو بيقول صراحة، وبالمناسبة كان تبادل اتهامات الحقيقة مذهل داخل الكنيست يعني، فقال له أنت لا يجب عليك أن تبقى، وأن أنت حكومة لا يليق بها أنها تستمر، وأن أنتم مجموعة من المتطرفين، وقال شوية كلام كده إيه يعجبك كعربي، فتظن طول الوقت أنه يا سلام بس كده احنا عايزين لبيد بعد كده بقى هو اللي يشكل الحكومة. طب بالمناسبة لبيد نفسه مجرم، عشان بس نبقى متفقين، دي خناقة جوه مغارة علي بابا، بس كلاهما مجرم، فلا تتصور ان لبيد هيجيب لك حاجه افضل من اللي بيعملها نتنياهو. هو ممكن يبقى في واحد اكثر بجاحه اكثر وحشيه، يعني ان كنت تتصور انه هما مش اسود ومجموعه ضباع، يعني ان كنت تتصور ان هناك ضبع اقل شراسه من ضبع اخر فانت رجل طيب. خليني هنا اخد معايا على التليفون سيد انور رجب المحلل السياسي. اهلا بك سيد انور. اهلا وسهلا بك اخي الكريم. اهلا بك سيد انور. يعني في ظل كل ما يحدث الان على الاراضي الفلسطينيه، وفي ظل تهديدات جانتس ب يعني هناك مهله للاستقاله وما الى ذلك، وفي نفس الوقت لم يقدم الرجل استقالته اللي بيتكلم عنها لانه هو رافض الاستمرار في هذه الحرب، ولكنه يقوم بمذبحه ومحرقه للاحياء، يعني ازاي هو بيقول انه معترض على سياسات نتنياهو وهو المسؤول المباشر عن هذه المحرقه جنبا الى جنب مع بنيامين نتنياهو؟ يعني تحياتي لك اخي الكريم ولمشاهدي ومستمعي قناتكم. يعني اعتقد انه الخلافات الان الدائره في مجلس الحرب تحديدا، ولا اتحدث هنا عن الحكومه او عن المنظومه السياسيه بشكل كامل، مجلس الحرب الذي كان هو جزء اساسي في هذا المجلس. الخلافات التي تتعلق بالموجوده بين نتنياهو الان، الدائره بين نتنياهو وبين كان، هي تاتي في اطار القضايا التكتيكية، ولكن هناك اتفاق من حيث المبدأ على استمرار الحرب أولا ضد أهلنا في قطاع غزة، واستراتيجية الحرب بشكل كامل. يعني على سبيل المثال جانتس كان من مؤيدي والمتشجعين ومن أصحاب فكرة اقتحام أو اجتياح مدينة رفح، وهي كانت محط خلاف وجدل دولي، وجميع دول العالم بدون استثناء بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية كانت تطالب بعدم اجتياح مدينة رفح، وجانتس كان من الأصوات التي تنادي بعملية الاجتياح لرفح بنفس الطريقة التي كان ينادي بها نتنياهو. الخلافات الموجودة الآن لها علاقة بمستقبل الطرفين، المستقبل السياسي للطرفين. الان جانتس هو المنافس الرئيسي لنتنياهو في استطلاعات الراي، جانتس يتفوق عليه، جانتس يبدو اكثر مرونه في موضوع على سبيل المثال صفقه التبادل والتهدئه، لانه هذه ايضا تصب في مساله المنافسه الانتخابيه، لانه هو يستجيب لنداءات ومطالب عائلات الرهائن في المحتجزين في قطاع غزه. هذه مسألة. إذن الخلافات ليست حول الجوهر،
هي خلافات لها علاقة بالمنافسة الانتخابية، لها علاقة باختلاف البرامج الحزبية بين يمين متطرف، يمين يضم في ائتلافه أعتى الشخصيات تطرفا في تاريخ إسرائيل، ونتحدث تحديدا عن بن كثير وسموتريتش، وهم من رموز الصهيونية الدينية التي تحالفت مع نتنياهو وشكلت ائتلاف يوصف بأنه الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال. إذا لا يمكن أن نفهم هذه الخلافات في إطار ما له علاقة بالقضية الفلسطينية تحديدا وبمستقبل عملية السلام بين مزدوجين ومستقبل آلية حل وعلاج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وبالتالي أنا أعتقد أنه التعويل على هذه الخلافات وجعلها جزء من رؤيتنا الاستراتيجية في إدارة المعركة مع الاحتلال تنقصها الموضوعية والعمق. إذا كنا ننظر لهذه الخلافات لأنها خلافات جذرية لها علاقة ب طبيعة المجتمع الإسرائيلي، أقول ما بين يمين متطرف ويمين وسط الذي يقوده بني جانس الآن. سيارة يمين وسط هو من يقوده بني جانس، وهناك صراع على كسب الصوت اليميني داخل دولة الاحتلال وداخل مجلس الحرب. ولا ننسى أيضا أن هناك تأصل نوع من الخصومة الشديدة حد الكراهية والعداء بين نتنياهو كشخص وبين بني جانس وأيزنكوت وكثير من الرموز العسكرية والسياسية في دولة الاحتلال. والأهم من ذلك كله الصراع الدائر الآن على من يتحمل المسؤولية في 7 أكتوبر، هل هي القيادة العسكرية الأمنية أم المستوى السياسي الذي يمثله نتنياهو. هذه بمجملها الخلافات التي تعصف بمجلس الحرب، إضافة إلى ذلك العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه أحد إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يرى جانس في الولايات المتحدة الأمريكية مظلة لحماية دولة الاحتلال ولمستقبله السياسي في ظل الخلافات التاريخية بين نتنياهو والإدارة الديمقراطية والحزب الديمقراطي، وهي خلافات امتداد الجارية الآن امتداد للخلافات التي كانت سائدة أو ظهرت فترة الرئيس الأسبق أوباما. صحيح، صحيح، واضحة جدا هذه النقطة. أشكرك جدا سيد أنور رجب محللنا السياسي المعروف، كل الشكر ليك.